فين جايز مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة من مراية أنا مارو ألمانيا وضيفي النهاردة مارو لوكال. ازيك إيه. انت كنت متاخر قوي زق اليوم اول سؤال انت ازاي فاكر ان انت تقدر تقعد فوق السنه او السنه ونص مش بتعمل اي تفاعل مع الناس آه على انستغرام بتاعك ستوريز بوستس جمهورك فاهم فاهم ازاي بتعمل حاجه زي كده بص انا اقول لك عشان برضو ناس دايما تسالني الحوار ده لما الناس تعمل لي فولو على انستا انت بتعمل فولو لفنان ماشي الفنان بيعبر عن نفسه عن اللي هو حاسس بيه لو انا طيب مكتئب مثلا دلوقتي او زعلان اي حاجه مش حاسس ان انا عايز انزل ستوريهات ليه انزل لا مش هنزل حاجه بقى فاهم عشان يفضل اللي هو اللي عامل لي فولو حاسس بالمصداقيه ان هو لما مروان نزل حاجه لا هو كان فعلا حاسس بده فاهم الناس تخش على بروفايلي هيقولوا ده شخص حقيقي فاهم قصدي ايوه ده ممكن كان تمام في زمن تاني في 2018 مثلا وانت لسه هاوي شوية بس انت دلوقتي بروفيشنال يعني انت محترف لازم تكون عندك اه الاحترافية في كل حاجة يعني لازم تعمل كوميونيكيشن مع جمهورك في أي وقت لازم تعمل كوميونيكيشن حاضر هعمل ابروبريشن أكتر الفترة الجاية دي تمام السؤال بعده لنا عن تصوير فيديو كليب تسلا فيديو كليب تسلا ده ابتدى ان فاهم قعدنا مع المخرج علي علي وقال لي فكره الكليب اول حاجه قال لي ان انا هحلق فاهم فعجبني <applause> ان الموضوع كده رايح في حته غريبه بعد كده ابتدينا اول تصوير كان في براج ماشي كان في الجزء اللي هو السجن والسجن ده اصلا اتصور فيه ميشن امبوسيبل يعني توم كروز صور في السجن ده قبلي اه وانا حتى بعت له قبل ما اصور في تسلا بعت له قلت له توم انا هصور في نفس السجن اللي انت صورت فيه ميشن امبوسيبل انت تمام الدنيا معاك ايه؟ قال لي ودي يا زميلي وفاهم هو دايما يحب لي الخير وبتاع فاهم؟ بس يا معلم صورنا هناك بعد كده كان في جزء ثاني من التصوير في اليونان ده الجزء اللي هو بتاع المايه فاهم؟ تصوير كان صعب شويه لانه كان برد قوي فاهم؟ اول جزء ده انا كنت بتلج المايه دي اللي في اخر حته انا كنت بموت من البرد فاهم؟ بس كان اكسبيرينس جامد قوي آه الناس دي بتشتغل فاهم شغل بروفيشنال عالي مبسوط ان انا كنت جزء منها يعني شوت اوت لكل الناس اللي اشتغلت في البروجكت ده كويس قوي فيديو كليب كويس قوي <applause> طيب آه مروان انت قعدت اربع سنين بتدرس اخراج بعد كده قلت لا انا هعمل مزيكا فانت ضيعت اربع سنين غاليه من حياتك آه يعني اربع سنين كان ممكن يحصل فيهم حاجات كتير دلوقتي مش ليهم لازمه قوي ايه تفسيرك لده اربع سنين ضاعوا هدر يا عم هدر ايه ما انت ما احنا ودينا برضو كانت جامده يعني اربع سنين اخراج اكيد ضافت لي دلوقتي كفنان فاهم يعني بدل ما كنت بعمل مثلا حاجه واحده انا هبقى شاطر كده كده في المزيكا بقيت انا جامد في المزيكا وكمان جامد في الاخراج بدليل كل الفيديوهات اللي اخرجتها <applause> السؤال اللي بعده درست اخراج ما عملتوش طب انا علمتك لغات كتير وعندي لغات عندي الماني انجليزي اسباني ايطالي اديتك فرصه تكون نجم عالمي ليه اخترت تكون محلي ماله المحل يا اسطى انا جامد على فكره يعني لا بص هقول لك على حاجه انا بشوف ان الفن لازم يكون هو ليه علاقه بالمكان اللي انت فيه فاهمك فبس يعني لا لازم الفنان يا باشا يبقى من ليه مكان كده و... ام الدنيا يا طيب في وجهه نظري آه. الناس بتشوف ان انت ابن ناس كويس نظيف محترم بسببي خلينا صراحه <applause> ليه انت مصمم تعمل بيف، ديسنج خناق؟ ليه؟ ايه الفكره؟ احنا شيك حاجه كويسه ليه انت مصمم تبوظ ده؟ ما هو انت عشان تفضل في الحته الشيك الجميله بتاعتك دي بضطر انا اتعامل لما يكون حد عايز يبوظ صورتك ولما يكون حد عايز يخلي شكلك وحش انا برد عليه. وبعدين انت فاكر ان في اي بيف او في اي ديس انا بتشتم ازاي بيقفشوني ازاي ليك انت ممكن تتضايقش ان انا يعني ممكن ايه بطلطق كده شويه عشان يعني احفظ الكيوتنس الالماني اللي انت فيه ده فهم؟ لا بس الالماني مش معروف بانه هو كيوت احنا معروفين ان احنا ناس جد بتوع شغل وعندنا دقه ونظام هل انت عندك نظام ايوه يعني اتعلمت النظام كده ايه اتعلمت اعمل نظام طب على الهادي كده انتوا عندكم نظام انا عندي نظام فاهم كده يعني انت ما بتسمعش كلامي ليه <applause> عشان يا اسطى انت بتيجي في حاجات مستحيله فاهم بتتكلم بقى في ان اليوم مش عارف 24 ساعه ولازم ننظم 8 ساعات وربع عشان هنعمل كذا وبعدين ال... الخطة السنوية فيها ثلاث شهور كده والكلام ده بس مش هياكل معايا والدنيا هنا بتمشي بالحب أكتر فاهم اللي هو كده فك ثلاث الدنيا مشت عادي أنا مش فاهم اللي أنت قلته دلوقتي بس أوكي صعبة معلش يعني عديها لي فاهم بتقول في أغنية شيراتون معايا ست ستات أشرف عبد الباقي فانت بتقول البنات بتحبك يعني طبعا لو البنات فعلا بتحبك فهو بسببي بسبب نصك الالماني يعني. تكلم جد يا <ستا> انا ما كنتش بسال اصلا السؤال اللي بعده في دوكيومنتري نزل عن ابيوسف الشخص اللي علمك راب وبيقول جوه الفيديو ان انت بعد ما هو دخلك بيته وعلمك راب آه، أنت شتمته في الدس، إزاي الشخص اللي علمك كل ده أنت عادي تقلب عليه كده؟ ما عندكش أصول مش أنتم مصريين عندكم أصول؟ إيه يا اسطى الأفوارة دي كلها؟ أنت كنت موجود على فكرة معايا. هو اللي حصل أن الموضوع ابتدى أن كان المفروض يحصل صلح بيننا، بعدين أنا منزل تراك أوكي شتيمة فيا فاهم؟ بعديها بشهر كان في محاولة صلح تانية لقيت بعديها على طول ستوري عليا تريقه وشتيمه برضو فاهم ففي مره لقيت ان في هو بينزل فيديو بيقول ان هو نازل يسجل تراك فانا فهمت ان يعني هو اول مره عمل اوكي فتاني مره اكيد هيعمل عليا ديس تراك كامل ده اللي انا فهمته اكتشفت طبعا من الدوكيومنتري بتاعه واكتشفت برضو وقتها لما سمعت ميجاترون انه ايه ده انت مش عامل عليا ديس كامل فاهم فاكتشفت انه برضو جزء من بدايات الموضوع ده فيه سوء تفاهم فاهم قصدي انا من ناحيتي بجد عندي حب لابيو كبير فاهم وما ما بنسلوش اي حاجه عملها معايا فاهم قصدي و يعني بقول دلوقتي ان يعني بلاش نقعد نتكلم في الموضوع ده على النت وفاهم حاجات كده وتعالى نقعد فعلا في الواقع ونتكلم في كل اللي حصل و يعني فاهم انا اتمنى ان ده يحصل يعني ان دايما عندي طاقه ايجابيه ناحيته لو بينزل اغنيه بينزل فيديو دوكيومنتري اي حاجه ببقى نفسي ان هي تطلع احلى حاجه واحلى صوره فاهم فيا ريت يعني الموضوع ده يتحل بجد مم. اوكي اخر سؤال انت في كل اغانيك وعامه يعني بت... بتتكلم دايما ان انت الماني ونص الماني ومارو الماني بي ام وحاجات كده Uh, Inny, ich 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 dir doch gesagt, wir werden auf Deutsch singen und wir werden mehr auf Deutsch machen und so. Du musst dich jetzt beruhigen. Willst du das jetzt vor den Leuten sagen, dass ich dich schlecht aussehe oder was? So? Sei erstmal mal ruhig. Mach Schluss oder frag irgendwas anderes. Ich Hallo, وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده كان معانا مارو لوكال حبيبي مارو المانيا نشوفكم قريب في حلقه جديده شكرا اند كات حلقه بلح مش هتودي امم يا جدعان بسم الله توب